اليوم الخميس 22 آب أغسطس 2024، بداية معك عزيزي مولود الميزان، يلي اليوم بدك تكون كتير حذر بتعاطيك مع الأمور. يوم يعني الطاقة شوي هيك عدائية، خليني أقول شوي الأجواء معاكسة شوي لإلك، ما كتير أمورك رح تمشي مثل ما أنت مرتب لها، فبدك تتماسك وتكون هيك هادئ بطريقة تعاملك مع الآخرين. هلأ في قصص قديمة ممكن تنفتح، يمكن أمر كنت معول عليه ما يتم بالطريقة اللي أنت بدك إياها، يعني هالمتاعب هاي بدنا نحاول نتحملها ونقلل نقاشات ما أمكن. عزيزي مولود السرطان اليوم بدك تعتمد الوقاية، مو بيقولوا الوقاية خير من العلاج، فاليوم عن جد الوقاية، وحاول ما تخالف القوانين ولا تخالف السائد، وخاصة بالأمور المالية، لأنه بتصور اليوم في بعض هيك المتاعب على صعيد أمورك المالية، ممكن تكون نقاشات شوي ساخنة، أو يمكن أمور بالعمل يعني عم يكون في عرقلة بتسفاهم، أو بعض الانتقادات بتسمعها شوي بتزعجك، أو ملامة تتوجه لك. هلا بكل الاحوال حاول اليوم انه ما تاخذ الامور على محمل كثير شخصي، وحاول انه تساير قد ما فيك. حاله من عدم الاستقرار عم تعاني من عزيزي مولود الجديد، سبب عائلي او ربما شخصي بهذا الوقت. هلا ممكن تكون مسؤوليات كثيره، ممكن حاسس انه في امور بالبيت شوي عم تشكل عبء عليك او عم تشكل ضغط عليك، يمكن يكونوا ضيوف، يمكن يكون إصلاحات، ممكن يكون بعض الأعطال، ممكن نقاشات مع العائلة عم تكون متوترة بهذا اليوم. روق شوي وتعامل مع الواقع بابتسامة واردة، ما عندك شي يدعو للقلق أبداً، وكل ما تقدم هذا الشهر أمورك رايحة للأفضل. عزيزي مولود الثور، يعني هاليومين هدول أو تحديداً هذا اليوم يمكن شوي يكون في نوع من مراوحة المكان، أو نوع يمكن من التراجع، خليني أقول المعنوي، أو حالة من القلق أو تعب، يعني ممكن نفسياً ما تكون مرتاح. هلأ طالما الأمور النفسية شوي متراجعة، فنحن منشوف كل الأمور ما نزبطة، فاليوم ما في داعي للمبالغات. عزيزي مولود الثور أمورك عموماً جيدة، بس الحقيقة شوية هيك متاعب عصايد أمور عائلية بدك تطول بالك عليها بهذا اليوم. وأنا برأيي لا تفتح عتابات أبداً مع حدا، بالعكس حاول تختصر أي نقاش. عزيزي مولود العقرب، قديشك مشغول وقديش في عندك مهام ومسؤوليات ما عم تخلص، وقديش عم تحاول تستنفذ يعني مخزون طاقتك لإتمام الأمور المطلوبة منك، بس الحقيقة بدك تريح شوي وتترك برنامجك كمان مرن شوي، بشكل إنه تعمل راحة ما بين مهمة وتانية، التزام أو واجب، يعني ما كتير الأمور هيك تاخدها على عاتقك كلها، حاول تكون أكثر تعاون مع المحيط على الأقل لتضمن مساعدته. عزيزي مولود الحوت، نقاشات مالية، تفاصيل، إجراءات، يمكن مساعدة عم تقدمها لحدا بهذا اليوم تنطلب منك، يعني جملة أمور بس كلها عم بتكون مع يعني بطاقة الوضع المالي، أي تغيير ممكن، أي مصاريف طارئة ممكن، أي احتياجات عم تحاول تلبيها ممكن، بس يعني بدك تحاول تحافظ شوي على ميزانيتك لك حتى ما يكون في أي أخطاء ممكن بعدين تحس إنك تورطت فيها. عزيزي مولود العذراء، مساعدة، دعم، تعويض، وأيضا تصويب ومحاولات لإيجاد حلول، وهذا كله إيجابي أنا بشوفه، لأنه اليوم فعلا مولود العذراء عم يسمع كلام حلو، يمكن عم يسمع مديح، يمكن الناس عم تقدر جهوده، رغم أنه هي الفترة التفاهمات قليلة بالأجواء، وأنا برأيي يعني ما بتمنى أنه ما يكون في أي طروحات لمواضيع كبيرة أو مصيرية أو حساسة على أي صعيد كانت، إلا أنه اليوم الأمر داعم لإلك بالتأكيد، فاليوم ما بظن أنك تطلب مساعدة وما تتلبى، وهذا أهم شيء. عزيزي مولود الدلو، اليوم عم تتحرر من ضغط أو عم تتحرر من حالة كانت مقيدتك الحقيقة، يعني بشوف اليوم من الأيام الجيدة بالنسبة لإلك، يعني سواء على صعيد تواصل، سواء على صعيد إنجاز بعض الأمور، سواء أنك تنهي مسائل معلقة، في نقاشات عائلية عم تخوضها بهذا اليوم، أو لقاءات عائلية، أو ربما زيارات بتفرحك وبتسعدك.
عزيزي مولود الجوزاء يوم من الأيام الاجتماعية الحقيقة، ويلي الأصدقاء اليوم عم يلعبوا دور كتير مهم بحياتك. هلا ممكن عم تعمق علاقات بهي الفترة مولود الجوزاء، ممكن علاقات من وسط العمل أو من وسط اجتماعي، بس يعني في ناس عم تقوي علاقتك فيهم بهذا الوقت، وفي ناس ممكن بهذا اليوم يحققوا لك تسلية وأوقات ممتعة. إنه يكون عندك موعد مع صديق مثلاً، أو جلسة حلوة مع مجموعة من الأصدقاء، أو مشروع مشترك، أو ترتيب لسفر، أو استقبالنا جاي من سفر. يعني كل هاي الأمور يلي بتسبب لك فرح، لأنه إلها تماس مع الناس بشكل مباشر، وهذا بالنسبة لك أهم مطلب بتحس إنه ممكن يرضيك ويسعدك عزيزي الجوزة. يوم حلو لعزيزي مولود الأسد، وخاصة إنه اليوم مليء بالطاقة والترقب، ولكن الترقب اللذيذ وليس الترقب القلق. العكس، يعني بشوف اليوم أنا العلاقات على كافة أنواعها جيدة، وفي لقاءات كتير حلوة وأيضاً حميمة ممكن تكون. يوم من الأيام الجيدة أيضاً مواليد الأسد عندهم تعامل مع أمور العلاقة بسفر بهذا الوقت، ممكن عم يحضروا له، ممكن عم يرتبوا له، وممكن كتير اتصالاتك البعيدة تكون مكثفة بهالفترة. عم تستعيد السلام والهدوء بحياتك عزيزي مولود القوس، وفي أكثر من فرصة لتثبت قدراتك ومقدراتك. يعني يوم من الأيام يلي فيها حظ، يلي فيها دعم فلكي كتير كبير لإلك، فأنت اختار طريقك، أنت اختار الشيء اللي لازم تنهيه، يلي لازم تنجزه، يلي لازم تعمله. يعني اليوم الفلك داعم لإلك بشكل كتير مميز، سيما أنه هاي الفترة في تراجعات لكواكب كتير ومؤثرة عليك بشكل مباشر، فلهيك يعني حاول أنه تنجز الأمور اللي قادر أنت عليها، حتى لو تأجل لقاء أو تأجل موعد. وأخيراً عم تستعيد معنوياتك عزيزي مولود الحمل، والآخرين عم يكونوا مصدر لسرور أو مصدر لطاقة بهذا الوقت. اليوم منشوفك ضاحك لحد كبير، ممكن نشوف عندك مشاريع كثير حابب تنجزها وتعملها، إن شاء الله تقدر تخلصها كلها مثل ما أنت ناوي. اليوم عم ترتب أحوالك، عم تنظم أفكارك، رغم أنه هاي الفترة شوي تراجع طارد بيشوش على طريقة تنظيمك لحياتك ولأوضاعك ولأمورك، إلا أنه بيعطيك كمان حلول. يعني إذا في أشياء أهملتها بالسابق فآن أوان تنهيها.